للتذكير بعد الداء، للتذكير لهذه السنة التي تعتبر من السنن الصحيحة التي أماتها الناس ليس إماتة ناتجة عن التساهل بالتطبيق، وإنما هي إماتة لخطأ في فهم هذه السنة. والأخ الساقي الآن جزاه الله خيرا تجاوب ما هذه السنة حينما ذكر بها، وقائم في ذهنه أن الساقي يبدأ بكبير القوم، وهذا وهم شائع في كثير من البلاد الإسلامية. ومن العجيب جدا أن يكون الحديث صريحا صراحة ما بعدها صراحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بكبير القوم الذي كان بعد أن شرب عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق، وكان عن يمينه الغلام الذي لم يكن بعد قد بلغ سن التكليف وهو عبد الله بن عباس. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب مما شرب منه وبقي في القعب بقية شؤر، استأذن من الغلام الذي كان عليه أن يسقي الكبير الذي كان على يساره، وما بدأ بالكبير الذي كان على يساره. فما أدري من أين جاء هذا الوهم أن المختصرة والرواية المفصلة. من كان منكم يا أخواننا يريد أن يسمع فليجي يسمعنا وجزاكم الله خيرا. لا تقدموا. كلما تضام المسلمون بأبدانهم كلما تقاربوا في قلوبهم، لأن الباطن مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن، وفي ذلك أحاديث كثيرة ولسنا الآن في صدد شيء منها. الرواية المختصرة تقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه وبقي فيه بقية، إلى آخر الحديث ولعلنا نذكره بتمامه. الرواية المفصلة تقول: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي، إلى آخر الحديث. إذن الرواية الأولى ظاهرها أن الساقي بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيد القوم وعظيمهم، ويكفي أنه رسولهم ونبيهم. ومن هنا جاء الإشكال وجاءت الشبهة عند من يقول أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم، لأنه فعلا الساقي بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولماذا بدأ؟ واضح جدا، لأنه سيد القوم. لكننا إذا عدنا إلى الرواية المبينة والمتممة فيختلف تماما الجواب، حيث تقول هذه الرواية استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب السقيا. فإذا
هنا ينتج سؤال وجواب بناء على الرواية الأولى والرواية الأخرى. بالنسبة للرواية الأولى، إذا سأل سائل ما لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب لأنه سيده. لكن إذا جاء السؤال بالنسبة للرواية الأخرى لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب لأنه كان طالبا للسقيا. إذا كان هو سقيا أو بدأ به لأنه عليه الصلاة والسلام طلب السقيا، إذن لا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القصر. وهذا يكفي لبيان خطأ الاستدلال بهذا الحديث على ما هو الشائع أن الساقي يبدأ بكبير القصر. ولكن للبحث لتتم ولتتمة الأحاديث أدلة أخرى في تأكيد أن السنة إنما هي بدء بيمين الساق. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القعب اللبن الحليب الذي كان مخلوطا بالماء، فبقي بالقعب بقية وهو الكأس الكبير. فكان عن يمينه عليه السلام عبد الله بن عباس، وكان عن يساره الرفض الصديق وكبار قريش. فقال عليه السلام لابن عباس: أتأذن أن أسقي أبا بكر؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أوفر أحدا على فضلة شرابه. وفي بعض الروايات أن عمر الخطاب كان متوجها مهتما بماذا سيفعل الرسول عليه السلام، فقدمت بقية إلى ابن عباس وسكن بما قاله بعد ذلك خاطر ابن عمر وغيره ممن كان يتصور أنه سيبدأ بذلك لأنه أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطى ابن عباس وقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. إذن هنا دليل آخر لأن الساقي يبدأ بمن كان عن يمينه، لا ينظر إلى السن ولا ينظر إلى العلم ولا إلى الفضل، لأن كل هذه المزايا كانت متوفرة في أبي بكر الصديق دون ابن عباس. لم ينظر رسول عليه السلام إلى هذه المميزات كلها، وإنما آثر عليها الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. إذن الساقي الأول بدأ برسول الله لأنه طلب السقيا، ليس بدأ به لأنه كبير القوم عظيمهم وهو كذلك، هذا أولا. ثانيا، بدأ الرسول حينما صار هو الساقي، القعب في يده عليه السلام، فهو الذي يريد أن يسقي إما من عن يمينه وإما من عن يساره، فهو سقى من كان عن يمينه. وعلل ذلك تعليلا شرعيا بقوله: أيمن فالأيمن، فالأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. إلى هنا ينتهي بيان أن هذا الحديث وهو مرمي في الصحيحين بالروايتين المختصرة والكاملة عن صحابيين جليلين، أحدهما أنس بن مالك والآخر سهل بن سعد الساعدي، كلاهما روى هذا الحديث باللفظ الزائد أيضا: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي إلى آخر الحديث.
لننظر الآن في الموضوع من الناحية النظرية والتطبيقية العملية. هل يمكن وهل يعقل في نظر سماحة الشريعة ويسرها أن يكلف ساقي القوم في جمع كبير وكبير جدا أن يعرف من هو كبيرهم من هو الثاني منهم؟ هذا الحقيقة في رأيي وفي نقدي يدخل في باب تكليف ما لا يطاق، وهذا مما اتفق أهل السنة على قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما تكليف وهو في العادة يكون غريبا عن معرفته بالأشخاص، فأن يقال له ابدأ بكبير القوم علما صلاحا وربما سنا، أنا أقول لو كان هذا الساقي ابن خلدون زمانه معرفة بتاريخ الرجال وبأسنانهم لما تمكن من أن يعرف في كل مجلس مبتلى ذلك الساقي لإسقائه، لا يتمكن أن يعرف هذه المزية التي يظن عند بعض الناس أنها تستحق أن يبدأ بصاحبها. هذا تكليف ما لا يطاق. أما ابدأ باليمين، الولد صغير إذا دخل من الباب ابدأ باليمين، ابدأ من الولد الواقف الآن. هكذا الإسلام وهكذا يشبه الإسلام. أرجو أن تتفهم هذه القضية، ليس لأن الشيخ الألباني يقول هذا، وإنما لأنكم عرفتم أولا الرواية المثممة للرواية الأولى: استسقى رسول الله، فيسقط الاستدلال بأن البدء كان بسبب أنه كان كبير القوم. وعليكم السلام. ثانيا الحديث النبوي: الأيمن فالأيمن قاعدة عامة فينبغي طردها. ثالثا وأخيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفذ هذه القاعدة العامة لنفسه حينما بدأ بالغلام ابن عباس وآثره على الشيخ قريش وهو أبو بكر الصديق. فأرجو أن تستوعبوا هذا. وأقول أخيرا وليبلغ الشاهد الغائب. تفضل.